انتما كهيئه حقوقيه كيفاش شنو الدور ديالكم كيفاش غتدخلوا كيفاش غترافعوا على هذا الملف تاع السيده هاجر اللي تتقول انها يعني الجماعه تاع سيدي موسى يعني تتحرم من واحد الوثيقه او ما تدوش تاشر على وثائق اللي هي تعد وثيقه مهمه من اجل اجتياز امتحان السياقه. في هذا الباب حنا جينا تنتضامنوا مع الاخت صحيفه المؤسسه في اطار ما ينص عليه الدستور المغربي وهو حق المواطن المغربي ايا كان ينتفع من المرافق نتاع الدوله كما كانت المرافق سواء محليه او وطنيه يعني مركزيه. حنا لما تبلغنا بتظلم الاخت ما كانش علينا نتاخروا ابدا جينا نحضروا على اساس نذكروا الاداره في هذا الباب ونحاولوا نبحثوا على المسؤول ما هي الخلفيات كما قالت هي ونذكروا ذاك الجانب اللي كتركز عليه الدول المغربيه كما تنص عليه الخطابات الملكيه الساميه كتركز على اساس ان المواطنه بكل الابعاد ديالها هي الضامن الاساسي للتنميه اللي كتهدف لها المغرب الجديد اللي كيعمل عليه صاحب الجلاله حفظه الله تعالى. حنا نرجو او نريد من خلال الحضور ديالنا اننا نصون يعني كرامه المواطن امام الاداره لا نسمح ان تمارس الاداره المغربيه عملها اللي تطلب منها القانون في اطار الاهواء الشخصيه او حزازات او احقاد او شيء. دائما نطالب على ان حقك مواطن في الاداره يكون بعيد ومحايد على اي خلفيه او اي موقف لان هذا شيء وهذا شيء.